بعد مكان امين. الشيء الثاني اكو مجال اكو مكان للتعليق وللتثبيت. يعني مثلا اكو جدار يمك مثلا اذا ماكو شو اسوي؟ انا اسوي ستاند. يعني هذا ستاند وهذا الستاند بدي اثبت عليه البايبات وراح نشوف الطريقه الصحيحه للتثبيت. يعني شلون تثبت على الستاند او على الجدار؟ هل تثبت البايبات بشكل افقي ولا بشكل عمودي؟ طبعا هو بشكل عمودي هو الصحيح. راح نشوف ان شاء الله هذا لاحقا. هذا حكيكم ما يتعلق بالدايجرام. عندكم يعني سؤال عن الاستفسار؟ راح ان شاء الله ايضا راح نشوفها بفيديو وشي نساعد الشرح ايضا بسيط. هنا نشوف بعض الحالات مقارنه بين الحاله الصحيحه والحاله الخطا. شوف عندك مثلا هاي مثل ما قلت لك انت عندك جدار تريد تثبت التيوبات يعني تستفاد من الجدار في تثبيت التيوبات. هاي الوضعيه هي خطا، هي وضعيه افقيه. الوضعيه الصحيحه هي العموديه. عندك مثلا مجموعه تيوبات وتحتاج ان تربط يونيون بين التيوب. لا تسوي